يعني باعتقادك هذا الحوار هل طوى بالفعل جدوى التحاور في الكويت أم لا يزال هناك أمل من هذا الحوار؟ السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك. وعليكم السلام. أولا موضوع الكويت هو أعتقد هو مفروغ له، مفروغ منه بالنسبة لنا كيمنيين، لأنه لن يقدم لنا شيء ولن يقدم لنا في المستقبل أي شيء إذا ما استمر على هذا النهج وعلى هذا التماهي وعلى هذا التمادي. يعني نتفاجأ في بداية رمضان عندما يظهر ولد الشيخ ليقول لنا أبشركم وأبشر اليمنيين، كنا نتفاجأ أن هناك بشارة يعني نستبشرون، فإذا به يقول لقد أخذت وعودا من الأطراف المتحاورة لأنهم سيستأنفون ويستمرون في الحوار طوال شهر رمضان. يعني إذا لا يوجد هناك أي تقدم. بالنسبة للخطاب علي عبد الله صالح فهو ينفخ في بوق مخروق كما يقال، وهي أسطوانة مشروخة يحاول أن يلعب هنا وهنا. شاهدناه في أو سمعناه وتابعناه في المقابلات السابقة، يعني يهاجم المقاومة، يهاجم مثلا حزب الإصلاح، يهاجم شخصية معينة ويتهمها بالتنظيم القاعدة والإرهاب وما إلى ذلك. في هذه المقابلة هناك نوع من المغازلة السياسية لهم، لأمريكا، للناصريين، لمصر أيضا. هو كالغريق الذي يتعلق بقشة هنا وهنا. علي عبد الله صالح انتهى وانتحر سياسيا، انتحر أخلاقيا، قتل من اليمنيين ما قتل. عندما يتحدث عن 6,000 الذين قتلوا والذي سماهم شهداء، هؤلاء هم الذين هي ميليشيات علي عبد الله صالح الذي كان يرسلهم إلى ليقتلون أبناء عدن ويقتلون أبناء الضالع ويقتلون أبناء شبوه ويقتلون أبناء تعز ويقتلون أبناء المحافظات الأخرى. هؤلاء الذين يسميهم شهداء، هذه الميليشيات التي يتزعمها علي عبد الله صالح وأيضا بتحالفه مع الهوثي هي التي تقتل اليمن حتى هذه اللحظة. طيب إذا سيد الحميري، رغم إجرام نعم سأعطيك فرصة لتكمل بس حتى لا أصوت هذه النقطة. من ضمن هذه النقاط أيضا رأينا أن علي عبد الله صالح متوجس من وفد الحوثي الذي ذهب إلى طهران، إلى ظهران الجنوب، منطقة السعودية، للتفاوض مع السعوديين على موضوع الحدود. وكان يتألم وربما رأى أن الحوثيين يعني أداروا ظهرهم له وأنهم ذهبوا منفردين للتحاور مع السعودية وتركوا حليفهم العسكري الكبير. ولهذا كأنه يقول ليس بيننا وبين أنصار الله أي خلاف. هذا يبدو أن هناك تخوف من المستقبل المظلم الذي سيكون بينه وبين أنصار الله، التي هي المعركة، معركة الانتقام المؤجلة التي هو يؤجلها والحوثيون أيضا يؤجلونها حتى يعني يفرغون من معركتهم مع الشرعية ومع المقاومة اليمنية. طيب على كل حال يبدو أن الحوثيين عادوا من الرياض وكشفوا له كل الأوراق، حتى أن الرجل واضح بأنه ربما يعلم ما الذي جرى في هذا الحوار. ولكن قبل هذا وبعده سيد الحميري، الرجل حتى حضور الصحفي حضور معتبر، ما زال لديه الآلاف مؤلفة ربما تقاتل لأجله وهو يعيش في صنعاء. يعني كنا نتحدث عن أنه المخلوع صالح مختبي في مكان ما، الرجل موجود في قلب صنعاء يعقد مؤتمر صحفي يتحدث عن إمكانية القتال لعشرات السنين. من أين يأتي بقوته هذا الرجل؟ الرجل يأتي بقوته من الخيانات الدولية، من وقاحة مجلس الأمن وعدم احترام مجلس الأمن للقرار الأممي 2216، من التماهي الدولي مع الجرائم في اليمن وجرائم علي عبد الله صالح، مع أنه على لائحة الممنوعين وعلى يعني ودخل في لائحة المحظورين التي أصدرتها الأمم المتحدة. ولكن مع هذا يعني الأمم المتحدة أصدرت قرار ولا تحترم القرار الذي أصدرته. من هذه المنطلقات كلها علي عبد الله صالح يستند هذه ما تبقى له من هذه القوة. أيضا لنكون واضحين أكثر، الجبهات التي كانت على تخوم صنعاء، تخوم أمانة العاصمة، من جهة الشرق في جبهة نهم ومن جهة الغرب في جبهة ميدي، تم إيقافها بضغوط أمريكية حرصا على بقاء حليفهم الاستراتيجي علي عبد الله صالح.
لكن هؤلاء لم يفهموا ان علي عبد الله صالح قد انتهى وان الشعب قد لفظ علي عبد الله صالح. ولا يمكن لقبائل اليمن ولا يمكن لابناء اليمن ان يقبلوا بعوده علي عبد الله صالح مره اخرى. ولا يمكن. طيب سيد الحميري، يعني الكل يقول علي عبد الله صالح انتهى والقبائل اليمنيه لن تقبل به، لماذا لا تتقدمون؟ لماذا لا تتقدم الشرعيه اذا لتاخذ صنعاء وتتقدم نحو صعدة لتطهيرها؟ يعني يعني الرجل يبدو أنه يستمد قوته، وأنت أشرت إلى بعض الأطراف، ولكن يبدو أنه يستمد قوته من التردد في الطرف الآخر ومن الضعف في الطرف الآخر ومن عدم الإقدام. يعني كانت معركة يعني الحزم أو حملة الحزم هذه يعني كانت المطروحة أن تستعيد صنعاء، الآن وقفت على أبواب صنعاء لشهور. أنا أتفق معك، الشرعية يعني لديها قرارات سيئة، ونحن يعني كما نعاني من علي عبد الله صالح نحن أيضا كمقاومة وكشباب يمني نحن نعاني من الشرعية ومن قرارات الشرعية السيئة التي هي تبرئ يعني تؤلمنا وتوجعنا كشعب يمني في كل مكان. نحن حقيقة نتمنى أن تكون هناك قوة يعني قيادة عسكرية تقود الجيش الوطني وتقود المقاومة مكتملة تحت مظلة واحدة وتزحف تماما لتحرير صنعاء وتحرير تعز وتحرير كافة مناطق اليمن. لكن المشكلة أن هذه الشرعية مع الأسف يعني تخضع لابتزاز الدولي، تخضع لابتزاز مجلس الأمن، تخضع لابتزاز الضغط الروسي والضغط الأمريكي وما إلى ذلك. هنا المشكلة أخي الكريم في الشرعية. هي سيد الحميري أيضا يعني إضافة لهذه النقطة التي أشرت، لأن البعض يقول أن شعوبنا شعوب ما تزال هشة ضعيفة، حتى مستوى الوعي ربما قليل، وتغتر أحيانا بالقوي. يعني عندما يظهر المخلوع صالح رغم جرائمه ورغم يعني هذه الثورة المضادة التي يقودها مع الحوثيين وتحديه للشرعية ولدول الجوار وغيرها، ولكن البعض بعض البسطاء سيرون فيه قويا، سيرون فيه شخص لا ينكسر، وبالتالي سيلتف حوله بعض هؤلاء البسطاء، وهنا الخطورة ربما ومكمن الخطورة. علي عبد الله صالح سيدي حاول طوال الفترة الماضية حتى هذه اللحظة 38 سنة حاول تجهيل وتعمى تجهيل الشعب اليمني لمثل هذه اللحظات أخي الكريم، حتى يعني يقف معه الجهلة في مثل هذه المواقف. ولهذا من يقف مع هؤلاء ليسوا الدكاكرة وليسوا أحرار اليمن، من يقف معهم هم هؤلاء الذين جهلهم علي عبد الله صالح والذين تعمد أن يجعلهم مكدسين ومخزنين في زاوية ما من الشعب اليمني حتى هذه المرحلة. لا شك أن هناك يعني أناس سيبقون مع الطغاة طيب. أيضا لو أردت أن ألخص معك سيد الحميري لأن الوقت ضيق حتى نعطي فرصة للجمهور، الرجل كان واضح، وأعتقد بأنه مثل هذه المؤتمرات الصحفية سيد الحميري أظهرت بأنه كل ما يجري هو في النهاية وكأنها ثورة مضادة أو محاولة انقلابية من النظام السابق، يقودها المخلوع صالح نفسه، والحوثيون هم مجرد مكملين أو هم العتاد والبيادق. على كل حال الرجل كان واضح، قال بأني أنا والحوثيين في خندق واحد، القرار الدولي هذا بالله شربوا ميته 2216، وحوار الكويت بيزنطي والرئيس هادي لا شرعية له. إذن ماذا تنتظرون بعد؟ ولماذا تحاورون شخص يقول لكم أنتم غير شرعيين وهذا القرار الدولي لاغي؟ يعني ماذا أنتم فاعلون الآن؟ هذا هو السؤال. نحن ننتظر رد، أن يكون ننتظر ونتمنى أن يكون هناك رد قوي من الشرعية ومن عبد الرب مصر هادي ردا على خطاب علي عبد الله صالح بأنه الحوار بيزنطي وهذه لا شرعية له وما إلى ذلك. نتمنى من أن يكون القرار حاسما على الأرض، نتمنى بأن يفتحوا للمقاومة وأن يعطوهم الضوء الأخضر لتحرير صنعاء وأن تأتي القوات التحالف لدعم المقاومة في تعز وفي شبوة وفي كثير من المناطق حتى يثبتوا له بأنهم الأقدر على الأرض وأنهم الأقوى على الأرض وأنه لا توقفهم إلا قرارات الشرعية مع الأسف الشديد بالتوقف من أجل ربما لأنهم يرون في مفاوضات الكويت لعل ولا عسى. ولهذا يجب على الشرعية أن تكون صادقة وأن يكون قرارها واضح بأن يعني تصدر أوامرها والضوء الأخضر للجيش اليمني معه مرتحما مع المقاومة في دخول صنعاء وفي تحرير صنعاء حتى نستطيع أن نزيل هذه الجرثومة التي جثمت على صدر اليمن. أما علي عبد الله صالح
الحوثيين فلديهم معركة مؤجلة وسيقتتلون فيما بينهم البين، لأن لديهم سعر قديم فيما بينهم، ولهذا نحن سننتظر تلك اللحظة. لكننا الآن نتمنى على القوات الشرعية ونتمنى أيضا على قوات التحالف أن تكون صادقة وأن تكون جادة وأن لا تخضع للابتزاز الأمريكي والابتزاز الدولي في إيقاف المقاومة أو في النظر للمقاومة في تعز على أنها مؤدلجة والنظر للمقاومة في مناطق أخرى على أنها مؤدلجة أو إسلامية وما إلى ذلك. نحن في معركة واحدة، يجب أن تلتحم كل القوى الوطنية واليمنية في معركة واحدة حتى نستطيع أن نخلق أن نتخلص من هذه الأزمة التي سببها علي عبد الله صالح والحوثيون. الأستاذ محمد عز الدين الحميري الكاتب والمحلل السياسي اليمني من الدوحة، شكرا جزيلا لك.